عن البليننج مود، حاجه كنت نسيت اقول لك عليها المره اللي فاتت، اللايرز نفسها لو جت على بعض تعمل افكت كمان مختلف. يعني انا مثلا هاجي على اللاير اللي هي الاوفرلاي دي، تمام، هكليك عليها. انا دلوقتي هتحرك باللاير دي، بس هروح على الموف تول، انا فعلا واخد الموف تول، وهدراج اللاير دي كده وانا بتحرك بيها. كل ما بتحرك بيها في مكان تاني بتديني تداخل ما بين لونين، يعني اللون ده ما كانش موجود، تمام. هرجعها مكانها تاني واوريك بقى اللي انا كنت عايز اقول لك عليه. احنا اتفقنا قبل كده وشوفنا المره اللي فاتت التعامل مع البليندنج مود مع اللايرز. طيب ممكن اعمل حاجه صغيره قوي، ان انا ممكن اعمل ادوس على الاي دي دي ودي، اعمل لهم انفيزبل كلهم، واروح اكليك على اللاير بتاعتي اللي هي الاصليه بتاعتي اللي هي لاير واحد. ولو عايز ما بوظهاش انا ممكن ادوس كنترول وجي، اوكي، كنترول وجي هيعمل لي دوبليكيت لللاير، هيعمل لها كوبي، تمام. انا هخبي الاولانيه عشان بعد ما هخلص دي انا همسحها. دلوقتي انا شغال على الايمج بتاعتي. لو انا رحت مثلا على تول احنا اشتغلنا بيها من شويه اللي هي الانك باكت تول، تمام، وهغير المود بتاعها للنورمال، هي ليها مودز اهي، تمام، هغيرها للمود النورمال اللي احنا كنا بنشتغل بيه خالص، تمام. التولرنس بتاعها حوالي 88% والاوباسيتي بتاعتها حوالي 100%. وحاجي هعمل سيلكشن لاريا، اوكي، دي انا لو العادي بتاعي ان انا بمجرد ما هاجي بالباكت تول واملاها لونها هيتحول للون الاخضر. طيب انا بسرعه كده هدوس كنترول وزد، هرجع في اللي انا كنت بعمله وهغير المود اللي انا كنت فيه للهيو. فاكرين الهيو كان عامل ايه في الايمج دي؟ ادي ده الهيو، وهغير الاوباسيتي بتاعته مثلا ل 50%، اوكي، وهاخد الباكت بتاعتي واكليك هنا. ادي الهيو، الهيو ادانا لون تاني خالص. طب لو عملت كنترول وزد كده وغيرت نسبة الهيو بتاعتي لمثلا 100%، اوكي، ورحت بالباكت بتاعي، ادي الهيو 100%، اداني اللون الجديد، ضربه على اللون القديم وطلع لي التفاصيل الجديدة باللون بتاعي. طيب هدوس كنترول وزد وهروح اقلل مثلا ل 75%، اوكي، كليك، ادي لون جديد. طيب ندوس كنترول وزد بسرعه، اوكي، وهغير المود بتاعي لمثلا اوفرلاي او ساتوريشن، ماشي، نخليه مثلا كولر، نشوف ايه اللي هيحصل فيه، اوكي، كولر اداهولنا، غيره برضو للون بتاعه بس كان غامق شويه. لو غيرناه ل 100% كده ورجعنا للحاله بتاعت السليكشن من هنا، اوكي، من الهيستوري، وعملت كليك تاني بالكولر، اداني حاجه مشابهه للهيو شويه بس الوانها ما فيهاش تفاصيل قوي. طيب دوس كنترول وزد وهروح اختار مثلا، اختار ايه، هارد لايت مثلا، ادي هارد لايت، هارد لايت 100%، راح بغض النظر هو ان هو بيملى باللون الاخضر، هو ادى هارد لايت، ادى غمق الكالر قوي. طيب هعمل كنترول وزد برضو تاني وارجع للهارد لايت وانا معاه، اخليه مثلا 30% كده واكليك عليه، ادي الهارد لايت. يعني كل حاجه موجوده معانا احنا نقدر نلعب فيها بكل الضربات اللي ممكن ايدينا تطولها. طيب ايه تاني لو مودز؟ انا هرجع للحاله الاولانيه تاني او هرجع للسلكشن تاني، تمام، اوكي، وهعمل دي سيلكت كنترول ودي. ايه تاني ممكن يكون له اوبشنز او له الاوبشنز بتاعته فيها مودز؟ البروش تول برضو ليها مودز موجودين اهم كتير. طيب انا دلوقتي واخد كلر بيرن، تمام، واللون بتاعي اخضر، اوكي، بص البدايه بتاعته اخضر وبعد كده اسود. طيب
هرجع للهيستوري واروح للسلكشن بتاعي. اوكي هو هيحافظ لي على الطول رغم ان انا رجعت من مكان لمكان. تمام، وهغير الاوباسيتي بتاعه البراش دي لمثلا 30% او 30% كفايه 30%. كده البراش مش هيشتغل غير جوه السلكشن بس. اوكي اوكي ده اللون الاسود اللي كان موجود بمجرد ما غيرت الاوباسيتي بتاعته، ده اللي حصل. طب هعمل كنترول وزد برضو، هرجع فيه تاني وهغير نسبة الفلو بتاعته. تمام، خلي الفلو بتاعه 30% تقريبا برضو، وابتدي اعمل براشنج. هو نفس اللون بس بقت الدرجه بتاعته متباعده، يعني نسبه البيكسلز بتاعته بقت متباعده شويه. كل تول ليها اوبشنز، الاوبشنز بتاعتك دي تقدر تغير فيها زي ما انت عايز. البراش برضو ليها اوبشنز ثانيه ممكن نعمل فيهم اللي احنا عايزينه. هرجع برضو للسلكشن تاني، هي دي السلكشن، وهختار مثلا اختار ايه، اختار ديزولف مثلا. انا دلوقتي هعمل ديزولف بنسبة 30% بلون اخضر. الديزولف بيعمل ريبليسمنت للبيكسل، يعني بياخد البيكسل اللي تحت يبدلها، ولان احنا نسبتنا 30% ده الستايل اللي طلع من الديزولف. تمام اوكي، برضو هرجع للسلكشن بتاعي تاني. تمام، طيب ممكن اوريك حاجه تانية بسرعه كده. لو رحت اشتغل الكلام ده مع لايرز، تمام، بالبرش بتاعتي بلونز بمود زي الهيو مثلا، تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. انا هرجع شو اللاير بتاعتي دي، وهاجي باللون الاخضر بتاعي واروح اغير الكلام ده للهيو. تمام، وهعمل دي سيلكت كنترول ودي. اوكي انا دلوقتي اللير الاولانيه بتاعتي او اللي هي اللير كوبي موجوده، والافكت بتاع اللير الثانيه اللي هي لينير دوج موجود. انا دلوقتي هشتغل في لير واخده لينير دوج ببرش واخده هيو. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. ايه دي اللي حصل، شفتوا اللون ايه اللي جرى له؟ طيب اللير ما حصلش عليه تغيير. تمام، اللير ما حصلش عليه تغيير، يبقى انا عملت غلطه. اوكي انا عملت غلطه فعلا. هرجع للريكتانجلر ماركي للسلكشن. عارفين الغلطه اللي انا عملتها ايه؟ انا بينت اللير وما عملتش كليك على اللير اللي انا شغال فيها. هعمل كنترول ودي وهروح اكليك على اللاير اللي انا عايز اشتغل فيها. تمام، وهروح بال نفس درجه اللون اللي انا كنت عاملها، غيرها بس 100% الفلو، والاوباسيتي غيرها برده 100%، وعندنا كلر هيو. طيب انا دلوقتي شغال على اللاير، تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. ايه رايك؟ اكيد تغيير ممتع. كل مره بتغير فيها المود بيطلع لك الوان جديده، كل مره بتعمل ميكسنج للنسب بيطلع لك الوان جديده. طيب التمرين بتاع دلوقتي بتاع حضرتك ان انت تكليك على التولز واحد ورا الثاني وتشوف ايه فيهم له مودز عشان تعرفه. تمام، انا هروح مثلا على الباكيت اهو له مود. تمام، في واحد تاني غير الباكت اللي هو الجريدينت برضه له مودز، السمادج لسه ما شفناهوش، البيرن ودوج لسه ما شفناهمش.
يلا روح اتفرج عليهم، شوف لهم مودز ولا لا. اشوفك الدرس الجاي.